إيمانك شيء قرأ لغو قبو باين الرحمن كقول كيف ما سور مقايبة قول كيف فردوسية شنو قرص وليجية قانقار هدي آتيهين قرأ لغو باري وحيجي نقيمها كسوغن قرصي كيلاشا قرآن كي يسنها الله يسكول ريان لك لقادين قادا ديگو دانا برتي يسيدا وحلو قيحو أو تفسير كوا لغو قيافر قلوب تينا قياما حقي سا دوان لغو القول ياي دديو قادر كيني وعنا قاتا أمر كيسا. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، وعن كبل آبين آية كنتون يصدح وصورة الأنعام. قال الله تعالى إلهي بأوحل وكذلك السلا صوكلي فتنا وانو امتحاني بعضهم ببعض ددك قارك ودبقارك كلانو كو امتحاني ليقولوا سيأوي لهذان أهؤلاء مكواسو من الله عليهم إلهي ديقسيي من بيننا أنك نحظ يده أليس الله إلهي ميان وهين ويهي بأعلم مذوق بذن بالشاكرين كوا مهد نقيا. وإذا جاء كمركي كوي مادا نبي محمد الذين يؤمنون كوا الرمين بآياتنا آياتها يقى مؤمنين الرمين يا مركي كوي مادا فقل وحات الى هذا السلام عليكم نبت قال يدشينا يا هاتي كتب ربكم الهي نوح اسكو واجبي على نفسه نفتيس الرحمه نحريس بسكو واجبي وسصاري اذن كويدين نحريس انه ارنك وحوي من عمل منكم قفك اذن كم بذا السماية سوءا حمان بجهاله جاهل لمو السماية السقع عاصيه ثم تاب توبتك إن إلهي ونغضى من بعده أن تحمانتا سمي كذب وأصلح وناتيار كيس فأنه غفور رحيم إلهي ندم بقول لا فيون حريصنا أيوه. وكذلك السداسان نفصل الآيات آياتها وعلى عدين نابو لهين ولتستبيل يسيا موقته سبيل المجرمين تنبيل ياشا الدريق وذي يتكوذ قل وحات الى نبي محمد واني اني نهيت وحل ايدي دي انا عبود اين انا عابود الذين صنمياشه تدعون من دون الله اعابود ايسان انت الله كسكيس. قل وحات الى هذا لا اتبع راعي مايو اهواءكم ربيتان دين قد ضللت والله ما يدبني مو اذا هدان راع ربيتان كين وما انا من المهتدين انا اقول وقت جاك من بده كوها نوصن. قل وحات لا إني على بينة أنا قد دين عدبان كغس وغنها من ربي إلهي حقيس وكذبتم إذن كنوا بينسان إلهي ما عندي أكتا إذا ما أهان ما تستعجلون به عذابك آددت سنيسان إن الحكم إلا لله وآنك إياك لصارك إلهي باله يقص الحق حق إلهي عضينيا وهو خير الفاصلين إذ وحك لصارت إساق أولا أكبضان إلهي. الكاورة وحين صار أجني يضع ربي سبحانه وتعالى وحسين لمن قالها يدين لا ويالها وأولياء ذي لها يكتب اللعي وراد قريا ودعايدين يحق ريا مركا وحا وحسين امتحان ذا الدنيا ذين كمتاي دتك انسي الله يسود برقه إذا ما ميت بكو ابتلايسية قال كي وحا وكو ابتلايسية هاي مؤمن كيو وكانوا إلو حق رابو اسكو داية حوق إيا حولا ولا إيا درادي مركا قف كمؤمن كاوحا لدونا يا إنو ربك كاكا غاي منا يكو صبرا إلا يسيقا لفتي سوا فتنايسية قال كي نوا كو فتنايسية هاي وقال لي مخصي كرورسانا يا ويسيقا لفتي سحمانتو أولياء دا إلهي وقيستو دين كاري أفادي حوقا كرد يوم دباتو. وكذلك فتنا بعضهم ببعض تذكر لهم وعينك قال وقال لقوي تلاي فقير كي يقني بالقبانك اي قفك عيدا هو اسكو يبتلايسي قفك عافمات كقبايا كعذرها وقاي عذر كقبا هو اسكو يبتلايسي قفك اود له هي كضعيف كا قف والارض اراد له هي كالارات وكم قيم مركز سنة الدنيا ذي تاس النقطة سداسة تاين للقب صدوه صبر لأقاده
oo qofka wixii lagu ibtileeyay og yahay inuu ku imtixaanan yahay aanu ku fashilmin وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون قاركين بقارك كلوحا نكرر انك هو ان كو ابتلينا ما يدي صبر بولاي فتنة وانو صبر لا سعر عسياد وقال نتيجة قاعدة وحي ونعكس لمن كقال هذا وحي ليهن هدي وحي يديني من اي سواك سواقا مددك مساكين تا ايان مدنين مالية مدحتين من بدنا بالهين ايو لهي دين سي هؤلاء من الله عليهم من بيننا من يقوى داغضة إيا قلضة كوها سيولها يتاقي إيا قلضتي سو كوانا دوامها سو كوان ضعفضة سيدي يقول لها يقوم من نيسنا يا دين إيا وحي علم ماذا عايسة بيدا وكو يورين ترين ميا لقو سودة شيء قرآن كعلى رجل من القريتين عظيم نوينو وضياشة كميدها لبدا قريضات كميدا مكاية ضعيف وحسدك وهلكو إبليس عربتي سؤال كو قوضي ilaahayna wuxuu ku jawaabay rabbi miyaanu ogeyn kuwa mahadnaqaya ma uu ogeyay taa macnaheedu waxa weyn aayada ka fahmaynaa aan waxa hadiyad jiraan mudan deeqda ilaahay inuu helo qofka allah u mahadnaqaya ee diinta ugu mahadnaqay ee deeqda allah ku mahadnaqay kaasa mudan inuu kororsiimo iyo sharaf iyo wanaag bay ilaahay siiyay subhanahu wa ta'ala la in shakartum la azidannakum wala in kafartum in adhabi la shadid مركا مسنا الكافر والشاكر قفك قالك إياك كم هاد نقيا كم هاد نقيا با استاهلة ديغضا إلهي إلهي إن لو مشي إياك إن ودين سي أو كرد إغام يتفضلان أو ديران لي إلهي لو مثل ما مي مركا هيد وحي أمان إيسا شكري إياه لغو مهاد نقا دين تي إلهي إيا وحي إيا علم إيا لغو مهاد نقا وحي آيات أمان إيسا أولياء الله المؤمنين تاه وحياة دوينو شيء سه وحدت كلاجو قيمين يا إنا عنه وحن قال ده يحكو قيمين يا حوله ده يا مقال كده يا مدحتين ما ده يا مال كل كسيك قالين قيمين توال كام ما كل دانو إيمان الله إن تابها هيستة وحتر سما وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم nabiga fariinta asala faro waxa la idadiskuma jiree alla yaqaanka ilaahay aayadihiisa rumaysana soo dhaweeyay markay ku yimaadaan salaan kala hortag rasuulka sida la faray sallallahu alayhi wasallam wa qoladay ku sheegeen adoomo iyo fuqara iyo kuwa itaal darana hoose iyo kuwa ku tilmaameen ilaahay wuxuu leeyahay kuwaas waa kuwa mudan markay ku yimaadaan salaan ku waajah iyo soo dhaweyn نبينا عليه الصلاة والسلام أصحاب تامر كل لفظ يستوي حورن شري إلهي بع مهدلة ومضى إذا كي على قارو إفرينا لفظ يست إله سام مهدلة إله وحلا يصبر نفسك مع الذين يدعون ربه دتك على يقان كي إلهي عبودية نفتا دوي كسن تاجني لفظ يسوي حكيسو إلهي بع مهدلة بورني بكين توي ما دابو نبي ولا فري سنتر وسورة وينتر عليه الصلاة والسلام أبو بكر با أصحابته قار كم إذا مريرا أحمر مرر كقار كود مركاسو أرنتي النبي قوش يا جاي رسول كنا وحوله ميات كعريسيس رجع يجا أبو بكر أو هدات كعريسيس إلهي بات كعريسيس أبو بكر واقع عرلا يجي وتجي إسكام مسلحي إلى هذا الماء وحبر لي بنبي النمر الأحمرين وهذا الكعك أركيس آيات إنه كفى إذا السنة هناك لا دادك هدية شر أولياء إلهية الدين تيلقك ونكسن لقو تهم أيوه وحيلهين دعو وحيلهين صدوين وحيلهين كفرحين لكن على الحق ما له كتب ربكم على نفسه الرحمة إلهي بابا إسكوا تبيين وكوا أن حريست سيابو أن حريستنا يو حكم إذا قف كدم بالسمايين وكناف قف كودا سنبير رحلة إلى عادة استماها قال ماها إلهي ما ضفرين آياته سيما ديدين بشارة وحوية انتو كوانا اكسانيا هاي خير بو كلاي وحاو كوغفنا إلهي وحو أبلان قادئين ونحريس كلا نقمو كناف من عامل منكم سوءا بجهالة كأصحابتي نائية صالحين تائية مؤمنين تا كمي ذهي حمان سمائية سيغو جاهل لما درادة دو سمائنية تا
توبد لا يبادة أرنكي سواناتشيا إلهي وون حريصنا يا وودن بنافيا مركز تاسوحة الماميسة نحريست إلهي وحائه الواء ومتيستي عد إلهي كامر قاتل هذا بعد وقف كان يسوء أن يحمان سميي يسقو جاهلة نيان لو عذر دارين إلا واتي هذه يتشار جهلي قوال يسقو عذر داري ما يمك الجهلي قهل كاني وحي علماء دوليهين ومدل حريرة ون حق بعصية إنو كل عقف يسقو وحان وحو سميي وكسايا دنا waxa lagu sifeeyay inuu jaahil yahay sababta lagu sifeeyay waxa way qof kasto oo cilmi ba lahaado caasi noqdo waa jaahil waay cilmigu daa wuxuu keenay inuu qofka ku amal falo kala duu ku amal fali waay waxa loo tixgelinay inuu jaahil yahay caalim ba ahaado sidaas ah sifada jahliga loo raaciyo hayaatu xuseysa ilaahay marka naxariis laga helayaa waxa way xumaanta marka ka xuntahay xumaanta waa samaysay marka waa inaad ka xuntahay وين أنا تكسي أتكيسني أنا أتكسر لقطة وين هداد وحخربتينا أذهق أتشيسه وإسبدل نفط هذا الصميسة شروطها أك وتوبضة ثم تاب من بعده وأصلح مرك حمان تيب وقفك كسر نقضي وأنا كحم يهاي وحي وخربينا وهق أتشي وحكى الرب وحصي سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين نعموين كو إلهي داد كان سيئو حكامي دا أما أنت وكل إيهين إلهي قم هادنا قينو إنو إن سيئو وحي إن صحيا وإن هقيا وإن هارونين أيا وآن لقم برمرسونا إن ما نان فهمين وكذلك نفصل الآيات إلهي با حلقا دين وحي إساقو إنو سودة جيئة نور عدائيو ويتران قوانين ويتران كتب له شيء جاي إن إدتك قارقودة هيستان لفهمين زي الغلوطة وهاري يضرب أنك على هينون لفهمين لكن وحي جن عدك عبطين أنا فهمين ما شرط قل أول بل غدا هذا مرك الله جوف السرو يفهم يوحي له وش هذا سبحانه وتعالى نسينا وداق إلهي داقي فضل الله وي وكذلك نفصل الآيات إن قال دي مستشرقين تير كان ذاك مذاها ايا وقت ان فغين و خو فافين جيراي دينتا كريستان كوميشن بو اها markii dambu soo noqday quraanka inuu daraaseeyo kadibna uu baaro wuxuu isku dayay bal inuu ceeb ka helo baaritaanki wuxuu la galay waxaanu filaynin oo xaqaaiqa inuu arko markii dambe uu islaamay ninki xiyaaba isoo jiitay sabab igu ahaa islaanimada waxa kamid ah buu waxaan arkay kitaabkan quraanka nabi maxamed lagu soo dajiyay oo aanay ku sheegnayn awaatifki iyo dareenkii uu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam aanay ka muuqanayn arin nabiga la tacaatufayso oo si gaara ugu hiilinayso quraanka ka muuqanaysa ma jirtay buu leeyahay xagga dareenkiisa marka la eego waayo lagama hadal buu markii hooyadii dhimatay markii aabihii dhintay markii xaasaskiisu ay qaar dhinteen xabaha lagama hadal sidoo kale magaciisa afar jeer buu ku sheegay yahay buu maxamed halka nabi ciisana 25 jeer uu ku sheegay yahay buu waxaan arkay buu iyadoo quraankii uu sheegayo suurad loo yaqaan suuratu maryam maryamna daa iyagu iyo ciisana aad bay weynayneen halka aan lagu sheegin buuri suurad caaisha iyo faadima suurad caaisha iyo faadima loo bixiyo dhaxaaskii nabiga inantiisii ma jirtay buu laakiin suuratu maryam waa soo helay buu iyo nabi ciise sidoo quraanku u qadarinay waxyaaba aad ii soo jiitay waxa ka mid ahaa buu inuu quraanku taxaddi ka dhigay oo dhaabad laga dhigay uu ilaahay yidhi bal ka baadi doona wax iska horimaada ka soo hela afalaa yatadabbaruuna alquraan ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قد القران كعدان الهين اكتي سكايم الله خلاف تلقيه لله بركه معناه هو بالخلاف كرادي او كصاهر سياد تاو شيغي كرت عدان الهين ان كانت وحيابها سو دن كل كان اسو غيهي وحا اي عاداتاي بران سو هله وحا كل حقائق علمي غيمك لدراسيو
ayaan ku arkay buu iyada oo dee casri la joogay aan tignoolajiyadii horumar iyo qalab wax lagu baadhaaba jirin xaqiiqooyin cilmiya oo hadda saynisku sheegayo ayaan ku arkay buu in wixii uu ka sii waramayo oo uu ka mid yahay ilmaha caloosha ku jira oo uu ka mid yahay kownkan iyo isbedelada uu sameeyey waxaasoo dhan markaan isu geeyay waxa ay caddaatay buu halkan been ka raadinayay aan islahaa bal hadda wax aad ku qabsato qur-aanka aad ka heshid inaan ku qancay inuu xaqii yahay ilaahay uu keenay sidii baanu ayuu isu rogay daaci diinta islaamka dadka ugu yeedha lana dooda kuwii uu ka yimee saaxiibadiisii ahaa ee kristanka marka saasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waxyigiisa mar walba wanaag buu leeyahay usoo bandhigaya wakadaalika nufasilu alaayaati walitastabiina sabiilu lmujrimiin waxaa kaloo iyaduna wax weynaa sidaa ilaahay waxyigiiyo wanaaggiisa uu inagu caddeeyey dembiilayaasha dariiqooda iyo xumaantay sameeyeenna inuu ilaahay soo bandhigo taasi waxay faa'iido ka tahay laba arrimood in lagu caddeeya waa muhiim wixii xaqa iyo wixii baadila inaguna doorkaasaynu qaadanaynaayo xaqana waa inaynu iskarab taaginno oo aynu faafinno oo aynu u hiilinno sabiilu lmujrimiinna waa inaynu caddayno farqi weyn bay leeyihiin سبيل المؤمنين يا سبيل المجرمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين جيت كي مؤمنين تهيا واكا إلى هير هالي سبيل المجرمين تنبيل ياش الطريق أذنا واكا قد حاها مصابير تهيا لان إلا إيدي مركا إلهي كعريسيني سبحانه وتعالى إذن مركا مؤامرها مجرمين تمر والبسداء إلهي وعطينا يوين لعطينا قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وحتى لانيك وحل إيدي إذا إنا نعابد كوا عابدين أن إله يهين قل لا أتبع أهواءكم هو ذي نراعي معي إذن هدان راع وأنا وما أنا من المهتدين وعيت الماميسا قفك مؤمن كاهي inuu yahay mid ku nool mabdiiisa xaqa ah oo ku dhaadanaya hanuunka ilaahay uu hanuuniyey buu ku qanacsan yahay kuna dhaadanaya oo uu ku faraxsan yahay waqaala innanii min almuslimiin waman axsanu qawlan miman dacaa ila allaahi wacamila saalixan waqaala innanii min almuslimiin buu leeyay anigu waxa aad caabudeen een ilaahay ahayn waan ka soo horjeedaa waxaa kaloo aayaddu ay caddaynaysaa gaal waxa uu caabuday waa rabitaankiisa walaa attabicu ahwaa'akum diin maaha waa rabitaan qofku hadduu maanta waxaan rabo berrina wax kaluu rabayaa maanta hadduu waxaan caabuday berrina wax kaluu caabudaya idan markaa diin laguma sheegi kare eh waxaa lagu sheegi karaa rabitaanka naftu inuu qofka hogaaminayo qul innii calaa bayinatin min rabbii wakadabtum bihi waa taa aynu sheegayno oo qof haysta diintii caddayd ee ilaahay uu keenay subxaanahu wa tacaala waxa daciifnimo iyo nacasnimo ku ah diin la-aan inuu baxo waxa daciifnimo ku ah diintaada bayinadee xaqa ah ee cidda diiday inaad adigu baadilkiisa ku raacdo labadan isbarbardhig innii calaa bayinatin min rabbi wakadabtum bihi anigu diin cad baan ku sugnahoo dadkii qancinaysa idinku waa diideen idinkuna diin baadilaa haysataan marka inaan kii baadilka hayay ee xaqa diiday anigu baadilkiisii ku raaco ha ka yaabin wa sida looga baahan yahay dadka muslimiinta ah caqligaa waxa uu ku farayaa ka ilaahaaga diiday ee sharcigaaga diiday intaan cilmiba la gaadhinba inaanaad adigu daba cararin inaanaad adigu tanaasulin inaanaad adigu isu daciifinin maa cindii maa tastacjiluuna bihi waxay tilmaamaysaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxa uu ku rabaynayaa inuu mar walba ku egaado awooddiisa cadaabkaa aada dejisanayseen anigu ma hayo ila iyagaa odhan jiray cadaabka keen hadduu jiro waanu jirin marka anigu ma hayo dheh waxaanan hayna ma sheeganayo xukumkaa ilaahay baa iskale xaqana wuu caddeeyey cid wax kala saartana isaga u fiican marka awoodaha ilaahay ilaahay u celi adiguna inta aad ku eg tahay ummadda u caddee markaa sidaasaa mawaaqifta iyo mabaadidu ay u kala cad yihiin oo qofka muslimka ahi wixii uu ku nool yahay iyo wuxuu ku dhimanayo iyo wuxuu u halgamayo intaba uu yaqaanaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.
يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان.